بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هقدمه لحضراتكم بشكل جديد لفيديوهات الرياكشن أو اللي هي رد الفعل لفيديو أنا شفته وعجبني جدا جدا، وفيه كمية يعني تسبيح لله سبحانه وتعالى بشكل غريب من الوضع اللي لقيته في الفيديو. ان ازاي السمك يكون تحت الارض في ارض جافة كانت قبل كده مجرى مائي ممكن او حاجة، واتغير الوضع والمية جفت او كده، والسمك عايش رغم الجفاف، عايش تحت الارض رغم الجفاف. تعالوا نشوف كده الفيديو مع بعض ونتكلم بعد الفيديو ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده الارض جافة جدا، والشخصين دول ماشيين بيصطادوا سمك، وبيصطادوا سمك فين؟ يعني في منطقة جافة، سبحان الله. يعني زي ما احنا شايفين هي كانت المكان ده شكله كان مجرى مائي او ان في مية بتجري في المكان ده، وزي ما حضراتكم شايفين كده هيبدأ الشخصين دول يبحثوا عن السمك. شيء عجيب وغريب بصراحة، يعني ابحث عن سمك في منطقة جافة، وزي ما احنا شايفين بيطلع الطينة او اللي هي الطينة الجافة دي، شوفوا حضراتكم برضو بيحاول يكشف المكان ده. يعني لو اي حد عاقل هيقول مفيش هنا حاجة، مفيش سمك هنا، ازاي يعني هيكون في هنا سمك؟ لكن قدرة ربنا فوق كل شيء، سبحان الله. زي ما قلت لحضراتكم الفيديو ده فيه كمية يعني عجيبة، طول ما الواحد بيشوف كده لازم نسبح ربنا ونقول سبحان الله. يعني شيء لا يصدق. هم ماشيين وجدوا حفرة او فتحة زي ما احنا شايفين كده في الارض الجافة، بس هو واضح كده ان هنا في الحفرة دي في اثر للمية اكتر شوية، او يعني ان هي مش جافة جفاف شديد قوي. بدأ بقى يحفر علشان يشوف ايه تحتها وايه اللي دخل من الفتحة دي. بصراحة شيء فوق الوصف، يعني حاجة غير طبيعية وحاجة غير ممكنة. مازال بيحفر الشخص ده علشان يشوف الفتحة هتوصله لإيه اللي كانت موجودة ولقاها في المكان يعني نفسه. مين يقول إن مكان زي ده احاول اصطاد منه سمك؟ لا، وشايل معاه اللي هي الحاجة اللي هي هيحط فيها السمك، ورايح وعارف ان هو هيلاقي فعلا سمك. بدأ زميله بيقول له احفر هنا، بيحفر اكتر. حد يتوقع ان المكان ده والشكل ده كده الاقي فيه حاجة، الاقي فيه سمك؟ يعني العقل يقول لا. بدأ كده في مية تحت اهي، يعني في مية ظهرت من تحت الارض. هنا نبدأ نقول ان ممكن يكون في حياة لسمك او حاجة، مع انه برضو من المستحيلات. يعني شوفوا حضراتكم بقى ايه الوضع. بدأ يبان رأس سمكة، شوفوا سبحان الله سبحان الله. يعني السمك تحت الأرض، ادي اول سمكة بيطلعها. ايه
لا وكمان صحية يعني، بس هو واضح إن هي السمكة صحية، لكن أكيد النفس مش زي السمك الطبيعي اللي هو بيتنفس طبيعي أو حاجة، شكل يعني زي المخنوقة أو حاجة السمكة، إن قلة أكسجين طبعا في المية اللي يعتبر شبه جافة دي بيحفر أكتر هو وزميله. في سمكة تانية موجودة أهي اللي هم هيكشفوا عليها، بيعمل أكتر أهي سمكة تانية، لا كبيرة كمان، لا وتالتة، يعني بصراحة شيء عجيب عجيب يعني. دي السمكة بتتحرك يعني صحية طبيعي عادي، طبعا حركة السمكة مش زي الحركة اللي هي بتاع السمك العادي يعني الطبيعي، لأن في أكيد قلة أكسجين. لا ده في أكتر، يا ربي يا ربي، شوفوا بقى حضراتكم كمية سمك على بعضها، كأنه انتحار جماعي. بصوا حضراتكم كده زي كأن اللي اتهد عليهم عمارة أو وقع عليهم حاجة، بدأ يطلع السمك أهو، لا صاحي وبيتحرك، واحدة التانية التالتة. شوفوا بقى الكبيرة قوي دي، سمكة كبيرة جدا اللي هي في الأول دي، يعني الأولانية دي سمكة كبيرة جدا، دي بيشدها من ديلها بترجع منه شوية تاني عايز يطلع، دي لقى صعوبة في إن هو يخرجها من المية. شوفوا دي كده صاحية وأكتر حركة غير اللي هما التانيين، سبحان الله. يعني طالع منين السمك ده؟ شوفوا حضراتكم بيحاول يدور أكتر، هل في لسه موجود؟ أيوه لسه فيه، بيطلع تاني. أهو طلعت السمكة جنب التانيين، أهي صحية خالص وبتتحرك، هيبدأ الشخص التاني ده يلم بقى أو يجمع السمك اللي هو اللي هم طلعوه أو اللي اصطادوه، يعني يعتبر اصطادوه من المية الجافة يعني زي ما بنقول كده. دي بقى السمكة الكبيرة، شيء عجيب، كل دي راس سمكة، ما شاء الله ما شاء الله، سبحانك يا رب سبحان الله. بصوا بقى حضراتكم هيطلع السمكة، ما شاء الله ما شاء الله، كبيرة جدا ما شاء الله السمكة، وكانت فين؟ تحت الأرض، في عمق الأرض، يعني تحت أرض جافة زي ما شايفين حضراتكم. شوفوا المكان اللي هو واقف عليه، جافة، أرض جافة، بيحاول يشوف إذا كان هي ميتة أو صاحية أو كده، لكن هي طبعا واضح إن هي مش بتتحرك زي السمك الباقي، شكلها ما وصلهاش أكسجين بقالها فترة أو حاجة، فشبه ميتة يعني بمعنى أصح أو كده. بيحاول يلاقي تاني، في سمك لسه تاني بيطلع أهو، لا وفي سمك صغير يعني كمان، حاجة غريبة يعني. طلع السمك تاني، طلع السمك يعني شبه بيحتضر يعني، انه شوف حضراتكم لو السمكة اللي هي اللي طلعت دي بتاخد نفسها بالعافية بعد ما طلعت، يعني ان هي ايه، بصوا دي كمان بتتحرك اكتر، يمكن كانت في المية اكتر او اللي هي يعني واخدة نفسها بزيادة شوية. سمكة تانية لسه طلع، بصراحة حاجة عجيبة عجيبة يعني. يعني ايه، حد يصدق ان في حاجة زي كده، سمكة تانية صغيرة، سبحان الله. يعني نقعد نقول كده سبحان الله كتير، شوفوا حكمة ربنا وشوفوا قدرة ربنا سبحانه وتعالى، إن السمك يكون عايش تحت أرض جافة بالشكل ده،
في حاجة جوه تقريبا في الفتحة من جوه او اللي هي الحفرة من جوه، ولا مفيش؟ مش عارف. لا كده مفيش حاجة. بيحاول يشوف تاني، هل لسه في حاجة؟ لا مفيش. بيمد ايده تاني، ما فيش. شكله كده خلاص اكتفوا باللي هما اللي اصطادوه بكل حرية وكل راحة وكل بساطة. حد يتوقع كده؟ شال هو السمك كله، اللي زميله شال السمك في الحاجة اللي هي بيحط فيها السمك دي، والكبيرة السمكة الكبيرة دي ما شاء الله شايلها كده في ايده، يعني ربنا كده سبحانه وتعالى على قادر على كل شيء. ولكن نقول سبحان الله دايما في المواقف اللي هي تستدعي ان احنا نستحضر عظمة ربنا فيها. وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. اترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.